ولمتابعة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار المواجهات وارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في غزة على مخيم جباليا، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر أبو شويش. أهلا بك أستاذ ماهر معنا. يعني مجزرة مخيم جباليا هي العنوان العريض والأبرز في اليوم 25 من هذه الحرب، ما الذي يعني برأيك استمرار الاحتلال في مجازره ضد المدنيين والمستمرة منذ بداية الحرب على غزة رغم التنديد العالمي المتواصل؟ حياك الله أستاذ مصطفى، بارك الله فيك. يعني الرحمة للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب جميع أهلنا في قطاع غزة الحبيب، في الضفة الغربية، في كل فلسطين، وحتى في الشتات، لأن هناك تمت أقارب ما بين الداخل والخارج، وتمت علاقات ووشائج قربة بين الجميع. نعم. فضلا عن الأخوة وعن أن المصاب واحد ليس فقط في فلسطين بل في كل الأمة العربية والإسلامية. يعني الحقيقة قضية المجازر بالطبع هي ليست المجزرة الأولى. اليوم كما تابعت هناك ثلاث مجازر، كانت ربما مجزرة جباليا هي الأكبر بعد مجزرة مخيم الساطع ومجزرة أخرى أعتقد في منطقة البريج. هذه المجازر هي كما تعرف أستاذ مصطفى ويعرف كل من يتابع هذه القضية الفلسطينية وكل من يدرك تاريخ القضية الفلسطينية أن هذه المجازر هي أحد الأدوات الرئيسية والركائز الرئيسية التي يعتمدها هذا الاحتلال منذ أكثر من 75 عام. على تاريخ الصراع على مدار 100 عام أو أكثر من 100 عام، هذا الاحتلال يرتكب هذه المجازر حتى يخدم الهدف الآخر له، وهو قضية التهجير. نعم. الآن فيما يتعلق بهذه الجولة من الصراع بالذات، نحن قلنا منذ اليوم الأول هذه الأهداف التي أعلنها الاحتلال، أعلن ثلاثة أهداف معلنة، هي قضية القضاء على المقاومة واستعادة الأسرى، وهو اسمهم الرهائن وهو في القانون الدولي الأسرى، وأيضا قضية التهجير. أنا في تقديري الخاصر الرخو بين هذه الأهداف الثلاثة التي يطمح إلى تحقيقها والتي يعتقد أنه ربما يحقق فيها إنجاز أو صورة النصر التي يبحث عنها، أنا في تقديري هي قضية التهجير. لماذا؟ لأن موضوع المقاومة أعتقد لن يحسم في يوم وليلة. موضوع استعادة الرهائن أو الأسرى كما لاحظت أستاذ مصطفى ويتابع المشاهدون والمستمعون أنه احتاج 25 يوم حتى يستعيد محتجزة واحدة، هذا إن صدق في قضية استعادتها، وبالتالي قد تكون هذه المجازر هي مع الأسف الشديد التمهيد باتجاه الهدف الثالث وهو قضية التهجير. سعود إليك أستاذ ماهر بقمعي. على أي حال ينضم إلينا من بيروت الآن عبر الهاتف الخبير العسكري العميد خالد حمادة. سيادة العميد، بداية يعني حجم القوى النيرانية التي ألقيت على مخيم جباليا اليوم دمرت عشرات المساكن بشكل لافت، ما الذي يريد الاحتلال إيصاله من الرسائل بمثل هذه الأفاعيل؟ كل هذا المفعول التدميري، هذه المناورات التدميرية التي لا تقدم فعلا أي مساعدة للقوات الإسرائيلية، إذا تكلمنا من الناحية التكتيكية. نعم. ولكنها تدل أنه ما لا تستطيع إسرائيل تنفيذه من خلال عمليات العسكرية يتم تنفيذه من خلال هذا القصف التدميري. وهذا طبعا يدل أنه بخلاف ما تقول إسرائيل عن تقدمها الميداني. نعم. هي مربكة ولا زالت مناورتها البرية دون مستوى الأهداف التي أعلنتها، وبالتالي هذا هو الإجراء الذي تقوم به. يعني هي تمعن أكثر فأكثر في الدخول في المأزق الذي يعني لم تتعلم من تاريخ إسرائيل. نعم. إنه العنف والتمادي في العنف لا يمكن أن يؤدي أي نتيجة سياسية، دائما هناك نفس الحماقة التي يرتكبها القصور الإسرائيلي، يعني سقف الأهداف مرتفع، إجراء حل عسكري دون أي قبول لا بوقف إطلاق نار ولا بأي وصافات سياسية، وفي النهاية يعني سيكتشف الإسرائيليون أنهم لن يكسبوا شيئا. نعم. طيب سيادة العميد، يعني مع وصول آليات الاحتلال إلى شارع صلاح الدين ومحاولتها الوصول أيضا إلى شارع الرشيد، كيف تستقرئ الهدف من مثل هذه التوغلات؟ يعني أولا الهدف المعلن الذي يعني تعلنه إسرائيل هو تدمير حركة حماس. نعم.
لا يمكن يعني ليس هناك من قدرة على تدمير فكرة، على تدمير توجه سياسي، ربما هناك قدرة على تدمير المباني، ولكن في النهاية هؤلاء هم الفلسطينيون سيبقون حيثهم، وهؤلاء الفلسطينيون سيعودون من جديد بعد هذه العملية ليقاتلوا إسرائيل ربما بضراوة أكثر. وبالتالي يعني حتى ولو يعني إذا لم يحصل استسلام من حركة حماس وتمادت إسرائيل في كل هذا العدوان وبلغت ربما وتمكنت من احتلال مربع في شمال القطاع، ماذا سيعني ذلك؟ ماذا سيعني ذلك على صعيد تحقيق الأهداف؟ لا شيء، لا شيء. حتى ولو خرجت حركة حماس من القطاع لتسوية ما، الفلسطينيون الذين سيبقون هناك سيقاتلوا الإسرائيل بعنوان آخر. وبالتالي يعني لا يمكن أن تحقق هدف سياسي من خلال عملية عسكرية ودون أن تقدم تنازلات سياسية، لا سيما أنه إسرائيل دولة محتلة مغتصبة مجرمة، وفي النهاية يعني التاريخ يعيد نفسه. أرجو أن تبقى معي سيادة العميد خالد، سأعود إليك بسؤال آخر ثم أنتقل بالسؤال الآن من جديد إلى الأستاذ ماهر شاويش الكاتب الصحفي الفلسطيني. يعني المجلس القومي أستاذ ماهر، المجلس القومي الأمريكي يرفض دعوات وقف إطلاق النار في غزة، فيما تزيد المطالبات في أكثر من دولة من دول العالم تدعو إلى وقف إطلاق النار. السؤال هنا، ما تقييمكم للموقف الأمريكي للحرب على غزة؟ تفضل. نعم، بدون شك هذا الموقف الامريكي غير مستغرب، ليس فقط منذ اليوم الاول لما جرى في صبيحه 7 اكتوبر، هذا الموقف الامريكي هو الراعي الرسمي لكل هذا الذي يجري، لكل دوله الاحتلال. هذا الاحتلال هو عباره عن فكره متقدمه ومعسكر متقدم للغرب، انشاته بريطانيا ثم رعته الولايات المتحده الامريكيه بالاضافه الى دول الاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا. اذا هذا الموقف هو الذي يعطي الضوء الاخضر لدولة الاحتلال لترتكب مثل هذه المجازر، هو الذي يعطي، هو الذي يشكل الغطاء لدولة الاحتلال حتى تمارس كل ما مارسته من إبادة جماعية ومن جريمة حرب. هذا الموقف الأمريكي هو الذي يعني استنفر كل طاقاته وكل إمكانياته العسكرية والاستخباراتية واللوجستية والمالية حتى يدعم هذا الاحتلال. الآن من المعروف أنه حرك أفضل وأكبر بارجة لديه، ومن ثم تلاها ببارج أخرى بحامل الطائرات أخرى، دفع كاش مباشرة في الأيام الأولى وفي الساعات الأولى 8 مليار دولار لدولة الاحتلال، ثم طلب ميزانيات خاصة لدعم هذه العملية، يدفع بجنود أمريكان وليس فقط بالدعم المالي والدعم اللوجستي والدعم الاستخباراتي، بل دفع بجنود. الآن هناك حديث عن حوالي 4000 أو أكثر من الجنود الأمريكان. بمعنى هذا الموقف الأمريكي أو هذه الإدارات الأمريكية، وليست فقط هذه الإدارة الأمريكية لا، بل كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي مع الأسف تتنافس في خدمة هذا الاحتلال. تفضل، لك أن تكمل. تفضل. أقول أنه هذه الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتنافس على خدمة الاحتلال، وهي حقيقة التي تقدم له البيئة الحاضرة بشكل عام منذ أن استلمت هذه الراية ببريطانيا فيما بعد يعني خروج بريطانيا من فلسطين المحتلة عام 1900 ويعني ذهاب الانتداب البريطاني. عميد خالد، أمس كانت هناك محاولة سابقة للاحتلال للتوغل في القطاع وفي شارع صلاح الدين أيضا. إذا كان دخول الاحتلال ووصوله لشارع صلاح الدين من منطقة رخوة، السؤال هنا لماذا لم يجري تحصينها من المقاومة بعد تسلل أمس؟ قد يسأل سائل. يعني هذا السؤال لا يمكن أن يسأل بهذه الطريقة، لأنه طبعا نحن لا ندري ما هي المناورة التي أعدتها المقاومة للدفاع عن غزة، وبالتالي كذلك ربما كان هناك جهازية للدفاع تم تدميرها بواسطة القصف. يعني السؤال لماذا لم يتم تحصينها، هذا سؤال يعني ربما يسأل لو كان القطاع لا يتعرض للقصف لأيام طويلة. وأعود وأقول أن ربما هناك فكرة للمناورة، لا يمكن يعني تناول جزء من الجهاز الدفاعي بمعزل عن معرفة الخطة بكاملها، وبالتالي ما نعلمه هو ما تقدمه النشرات الإخبارية أو البيانات العسكرية حول ماذا يحصل في الميدان، ولكن نحن
لا ندري فعلا ما هي المناورة الكاملة للمقاتلين الفلسطينيين، وهل فعلا تم هذا الخرق دون أن يكون هناك يعني فعلا جهاز دفاعي منيع، أم فعلا تم هذا الاختراق لأن يدمر قسم من هذا من هذه المنظومة الدفاعية نتيجة القصف يعني. لذلك لا يمكن الحكم بهذه الطريقة فقط لأنه حصل اختراق في مكانه. نعم. في سؤال أخير إليك سيادة العميد، يعني هل تعتقد أن هذه العمليات المحدودة مثلا كانت جسة نبض لقدرات المقاومة، خصوصا إذا ما ربطناها مثلا بسياسة الأحزمة النارية التي يتبعها الطيران الإسرائيلي تمهيدا للمزيد من عمليات التوغل؟ يعني أنا أولا أعتقد أنه إسرائيل تقوم بعمليات محدودة لأنها عاجزة عن القيام بهجوم شامل. نعم. ثم إذا أدركنا يعني أن عمق هذا القطاع هو بضعة كيلومترات محدودة، فبالتالي يعني أمام كل هذا التحشيد العسكري وهذه الوحدات المكثفة، لو كان فعلا هناك قدرات إسرائيلية وفعلا نعرف بنتيجة طبعا المعلومات الاستخبارية بأنه ما هي القدرات الموضوعة للدفاع عن غزة، لكان يجب أن يعني يحقق الجيش نجاحات أكثر من ذلك بكثير. طبعا يعني أعود أنا وأقول ليس هناك فعلا أي قدرة على القيام بهجوم شامل، هناك قدرة على استدامة العمليات واستدامة القصف، ويجب أن ننسى كذلك أنه الأسرى الإسرائيليين مدنيين وعسكريين لا زالوا بحوزة المقاومة الفلسطينية، وهذا طبعا يحد كثيرا من عمليات التوغل. ربما القصف على الأبنية قد لا يطال البنى التحتية، ولكن أقول أنه لغاية الآن يعني عندما لا يقبل تتقبل الولايات المتحدة وعدد من العواصم الغربية بأن يتم يعني التوصل إلى وقف إطلاق نار، هذا لأنهم يعلمون أنه إذا توقف إطلاق النار وبالتالي عادت المفاوضات بين حماس وبين العدو الإسرائيلي على الطاولة، وبالتالي سيتساءل الإسرائيليون ما قيمة كل هذا العمل العسكري الذي قاموا به، وما قيمة كل هذا التدمير، وكيف هم كانوا عاجزين عن استعادة الأسرى، وبالتالي عادت حماس وجلست على الطاولة. يعني في النهاية هناك أفق مسدود. وضحت الفكرة. الخبير العسكري العميد خالد حمادة كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. أتابع معك الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر شويش. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي تحدث عن فتح ممر إنساني لنقل الراغبين من أهل غزة إلى سيناء بحالة مؤقتة، بما تفسر مثل هذه الصراحة التي تحدث بها كيربي عن التهجير؟ هذا جزء من دعم خطة التهجير التي بذل يعني وزير خارجيته يعني جهدا كبيرا ومضيا في تسويقها في الأيام الأولى للحرب. جاء بليكل إلى المنطقة وحاول أن يقنع كل الدول العربية التي زارها بقضية التهجير، وعرض ذلك بشكل واضح وبدون أي مواربة. والآن هو الآن ما يطرحه هو الخروج من غزة باتجاه سيناء وليس العكس. المطلوب عمليا ليس الخروج أو دعم خروج وفتح ممر خروج من داخل قطاع غزة إلى الخارج. المطلوب عمليا أن تطبق اتفاقيات جنيف، أن تطبق كل ما يتعلق بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن يتم فتح ممر إنساني آمن من خارج قطاع غزة إلى الداخل، أن يتم تزويد يعني السكان هذا القطاع والمدنيون في هذا القطاع المطلوب تزويدهم بكل احتياجاتهم كما تقتضي كل القوانين والأعراف الدولية، وليس العكس أن تفتح لهم ممرا. وهنا أنا أقول ثمة حاجة أيضا أن يستمر الموقف المصري الرسمي بالتشبث بهذا الموقف، لأنه عمليا هناك محاولات بالترهيب وبالترهيب. يعني هناك نوع من الترهيب عبر قضية قطع الغاز عن مصر بالجانب الإسرائيلي، وهناك محاولات محاولات بالترهيب عن طريق محاولات يعني تطبيق قضية التهجير مقابل سداد ديون مصر. هذه طروحات أستاذ مصطفى تطرح على الطاولة وليس تحت الطاولة. هذا بات معروفا لكل متابع يتابع تفاصيل ما جرى منذ اليوم الأول لصبيحة 7 أكتوبر. وبالتالي هناك ثبت مخطط خطير إذا ما تم فعلا الضغط على الرسمية المصرية بهذا الأمر.
واليوم لو تابعنا وشاهدنا يعني كيف كان يتعاطى رئيس وزراء مصر والطريقه التي تكلم فيها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي عن قضيه التهجير، لشعرنا ولمسنا تماما حجم الضغوط التي تمارس على مصر من اجل تنفيذ عمليه التهجير. لا شك ان اقول لك انا اخشى ما اخشى ان يكون الانجاز الذي يريد ان يقدمه نتنياهو وحكومته الى المجتمع الاسرائيلي ان تكون قضيه التهجير. طيب، حديث أمريكا عن نقل أهالي غزة من أراضيهم لحين انتهاء العملية العسكرية بذريعة الحفاظ عليهم، أليس من الأولى وقف الحرب والذهاب إلى تفاهمات سياسية إذا كانت أمريكا معنية بسلامة المواطنين الفلسطينيين؟ لا، بدون شك أنا أتفق مع الاستدراك اللي تفضلت به. لو أن هناك ثبت يعني حرص على أن يكون هناك سلامة للمدنيين الموجودين في قطاع غزة كان الأمر سيكون بالاتجاه الآخر. هناك مطلبين واضحين الآن لكل هذه العملية التي يشنها هذا الاحتلال على أبناء شعبنا. المطلب الأول هو وقف إطلاق النار وبشكل فوري وعاجل، والمطلب الآخر هو موضوع الممر الإنساني. أما أن تطرح طروحات أخرى يعني لا تدور أو لا تصب في القضية الأساسية أو في الهدفين الأساسيين، فواضح أنه يكون يعني هناك أهداف أخرى يراد لها أن تطبق غير هذه القضيتين. أما الجهد الرئيسي الذي يجب أن يتم التركيز عليه دوليا عربيا إسلاميا هو قضية وقف إطلاق النار ومن ثم فتح ممر إنساني وآمن لأهلنا في قطاع غزة. نعم، دعني أسألك آخر سؤال أستاذ ماهر وذلك لضيق الوقت. يعني أمس وبعد إعلان الاحتلال تحريره إحدى المحتجزات عاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقال إنه كان هناك خطأ في الترجمة، كيف تفسر هذا التخبط وكيف يمكن أن ينعكس على المجتمع الإسرائيلي بين قوسين؟ لا، هي العملية أستاذ مصطفى واضح أنها عملية كلها ملتبسة وكل حيثياتها ليس واضحة، والدليل على ذلك هم أصلا لم يفرجوا عن أي معلومات واضحة. حتى هناك معلومات قيلت بأنه طلب من هذه المحتجزة أن لا تتكلم أو لا تعقد أي مؤتمر صحفي، وهذا حصل، وأن لا تلتقي مع أي صحفيين، لأنه عملية المحتجزتين السابقتين إطلاقهم شكل حرجا كبيرا لهذه الحكومة، وبالتالي كل ما يدور حول ملابسات وحيثيات يعني استرجاع هذه المحتجزة هو عليه إشارات استفهام كبيرة، ولا يمكن أن يكون هذا الاحتلال مصدر موثوق في كل تعاطيه. واليوم بدون شك اليوم استمعنا إلى المتحدث باسم المقاومة وقال كلاما واضحا في هذا الموضوع، وقال في تفسيرها أنه ربما يكون يعني إن صدقت هذه العملية فهي ربما تكون يعني كانت موجودة عند إحدى العائلات في قطاع غزة وليست من ضمن الأسرى الذين يعني تستحوذ عليهم المقاومة. من أمستردام كنت معنا عبر سكايب الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر أبو شاويش، شكرا جزيلا لك. حياكم الله.